سلام بنات، مرحبا بكم في قناه كاديك كرياسيون. اليوم غادي نوريكم طريقه الخدمه ديال البراسلي هذا، سامبل وما فيش خدمه بزاف، تاع بالزواق ما كثرش فيه اللون. الوغ اول حاجه كنحتاجيه ابره وخيط عاديين، ابره اللي كتخدمي في المرمط الجوهر عاديه، والخيط تختاري شي واحد اللي شويه يكون قاصح. في الاخر ديالو كنعقد واحد دقيقه باش ما تفوتليش الخدمه. الوغ كما شتي معايا هنا عندي 4 ديال العقيقات. في البداية انا غادي خصني نبدا بعقيقه زايده على الحساب اللي عندي في براسلي. الوغ مثلا هنا عندي 4، غادي نبدا انا ب5 ديال العقيقات. انا بسم الله، 1 2 3 4 5. فاش ركبت العقيقات هنايا كنجرهم حتى الاخر، وكنخلي 2 عقيقات وكنضرب في الثالثه، كندخل دخل البرا ديالي من الثالثه ونجر اوتوماتيكمون. هاد العقيقات الاولانيين غيوليو هكا وحده فوق وحده. دابا غادي ناخد عقيقه اخرى وغادي نخلي وحده وندخل في الاخرى اللي تابعها. كتخدمي وكتزكي العقيق باش ما يفلتوش ليك. الو غيجوني بهذا الشكل هذا. دابا غادي ناخد عقيقة اخرى وغادي ندخل في الاخرى اللي في الاولى اللي طالعة، كنزكيهم. غناخد عقيقة اخرى وغادي نخلي البلاصة اللي خاوية وغندخل في العقيقة اللي طالعة. فوالا كيبدا كيعطيني هذا الشكل هذا، وما حد كنتي غاديه وكتجي الخدمه كتسهل، حيت ما خصكش تبقى شاده من القنط بحال هكا، كيجي شويه الخدمه شويه صعيبه. على خمسة وكنمشي هكا حتى كناخذ حتى كنعمر البراسلي ديالي، ومن بعد كنبدا الزواق. دابا ملي افونسيت في الخدمه شويه نقدر نزوق، نقدر نبدا نزوق. دابا كتاخدي لون اخر وكتدي نفس طريقه الخدمه وتزوقها على حسب اختيارك نتيا. انا بالنسبه لي ما كنحتاجش الرشمه، يعني كندير الزواق اللي طاحت ليا في بالي. نتيا تقدري الا ما اول مره تقدري تحطي قدامك رشمه، وبالخصوص انا كاينين بعض الرشمه الرشمات اللي فيهم الورد او فيهم اشكال هندسيه شويه صعيبه، اللي غادي خصك تحطها قدامك باش ترسميها.